السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدع واستمتع. النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة جدا، وهو تعلم اللغة الإنجليزية بطرق فعالة وجديدة. النهاردة هنتكلم عن استخدام القصص في تعلم اللغة الإنجليزية، ومش أي قصص، هي قصص مسموعة ومقروءة في نفس الوقت. زي ما اتكلمنا قبل كده عن الكتب الصوتية، النهاردة تحديدا هنتكلم عن القصص. القصص من أشهر الطرق في التعلم، لأنها بترتبط بالذاكرة بشكل جيد جدا. يعني أنت لو عايز تعلم ابنك حكمة معينة أو قيمة معينة، بتحكي له قصة بياخد منها الحكمة ديت، أو بيطلع منها بالقيمة اللي أنت عايز تعلمها له. اللغة الإنجليزية بنفس الشيء، إحنا هنستخدم متعة استماع للقصة في تعلم اللغة الإنجليزية. النهاردة عندنا موقع من المواقع المشهورة الجميلة اللي أنا استخدمتها على مدار سنوات، واستخدمتها حتى مع الأطفال الصغيرين، هو موقع ستوري نوري. الموقع دوت بيقدم الكتب مقروءة، القصص تحديدا بتكون مقروءة، وفي نفس الوقت نص القصة بيكون موجود قدامك، فبتقدر تربط اللي انت بتسمعه مع اللي بتقرأه، فبالتالي بتطلع بوجبة متكاملة من اللغة الإنجليزية. خليكم معايا وهنتابع بالظبط ازاي هنقدر نمشي جوه الويب سايت، وازاي نطلع أكبر استفادة منه. خليكم معايا. رجعنا لكم تاني. معانا دلوقتي هنكتب ستوري نوري في البحث عشان نشوف موجود اهوت. ستوري هذا الموقع بيقول اوديو ستوريز، تمام. عندنا هنا هو انواع القصص، عندنا الاوريجينال والفيري تيلز والكلاسيك وغيرها من الانواع. على سبيل المثال هناخد مثلا الكلاسيك، يعني القصص الكلاسيكية اللي كلنا عارفينها وسمعنا عنها، قصص بتبقى زي حاجات تشارلز ديكنز وأليس ان وندرلاند وأوسكار وايلد وغيرهم. هنشوف مثلا على سبيل المثال أليس ان وندرلاند، طبعا القصة مشهورة ومعروفة. هنا هو بيعملوا الفيرجن بتاعتهم، بتبقى فيرجن صغيرة شوية عن القصة الأصلية، وفي نفس الوقت بيبقى مبسطة وبيتم قراءتها في تشابترز قصيرة جدا عشان تساعد الأطفال إن هم يتابعوا القصة معاهم ما يملوش. تمام، ادي قدامنا اهو تشابتر 1 وتشابتر 2، بنقدر نخش على التشابتر اللي احنا عايزينه. ادي قدامنا القصة، تمام، ده التشابتر 1. اقدر ادوس هنا اهو بلاي، تمام، شغل القصة، نسمع الصوت، تمام، وبعدين بتابع. لو حابب ان انت تفصلها وتعمل مثلا صفحتين، صفحة الصوت فيها يشتغل، تمام، من هو كده مثلا خلاص، والصفحة التانية تقدر تقرأ فيها. فهنا هو تقدر توقف الصوت في أي وقت وتشغله، وهنا تقدر تستمع. وزي ما قلنا لكم في فيديوهات سابقة إن أي كلمة بتكون صعبة علي أقدر أخدها كوبي، تمام، وأروح على أي قاموس أنا منزله على الجهاز، أو أروح على حتى جوجل ترانسليت وأقدر أترجمها. يعني على سبيل المثال ادي جوجل ترانسليت، تمام، بحط الكلمة هنا اهو بيست، خلاص، واختار اللغة الناحية التانية واقول له ترجم لي، بيترجم الكلمة ويطلع لي معناها، تمام. نرجع تاني نكمل الاستماع والقراءة. اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتم بشرح النهاردة، وان شاء الله تستفيدوا جدا من هذا الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله.